في سوريا أحياء كاملة سويت بالأرض وطرد الناس من منازلهم كعقاب جماعي ولم يسمح لهم حتى بأخذ أمتعتهم. بقتل 15 مدنيا على الأقل ربطوا بالرصاص وحرب شتت في بلدة خبرة السودان. سأقتل الجميع من أجل أن أعيش. قذائف أطلقها ما يدعوها بالمجموعات الإرهابية المسلحة، فيستمر القصف على بلداتها موقعا الضحايا ومخلفا الدمار. تجدد القصف على المدينة موقعا قتلى وجرحى. جرب لك هالحبة، لا تنسى مشاغلك.